من هاد البلاد المباركة بدأت قصتي معكم. سميتي سعد، تزاديت في مدينة الجديدة، واليوم جيت نشارك معكم القصة ديالي. كان حلمي وانا صغير نكتشف العالم، باش نوصل لداك الشيء اللي كان بغي كان خصني نكافح. دير في بالك ان اي حاجة ما تجيش غير هكذاك، بغيتي توصل تقاتل، طيح وتعلم، وان سر النجاح هو العمل. مغامرتي بغيت نوهبها لكم، نخلي كل واحد يحب متعة السفر. قصتي بدات في بلادي من المغرب، بلاد الألوان، ثقافات، تفاؤل، الجود والكرم، بناسها، ثقافتها، معالمها. حبي السفر خلاني نعرف بلادي في بلدان أخرى بأخلاقنا، قيامنا، تعايشنا مع جميع الأجناس، وهذا الشيء بلا فرق ولا ميزة. من السنغال مغامرتي غادة، بلاد الماما أفريقيا، بلاد تيرانغا، طيبوبة والسلام. متعة السفر خلتني نشوف حوايج جديدة، نتعرف على ثقافات جديدة، ناس جداد، تفكير جديد اللي علمني نميز ونشوف العالم بنظرة جديدة، نظرة الحب ونظرة السلام. هادشي اللي كنعيشو ما بغيتوش يبقى غير ليا، بغيت نشاركو معاكم، نعطيكم افكار، نصائح من تجربتي الخاصة. الهدف هو نخلي منك انت وانتي ناس قادرين يغيروا العالم. عارف ان طريقي مازال طويلة، مازال نشوف فيها حوايج جداد بالخيبة والزوينة. المهم تعيش داكشي اللي تتبغي، كيف ما تتبغي، وفين ما تتبغي، ومع من تتبغي. الرحلة ديالي مستمرة بكم، معاكم، غادي ندير جهدي، نعطي كل طاقتي باش نشرف بلادي، باش نوصل لكم حوايج جداد، افكار جداد، طريقتي بعفويتي وبحبي لكم. آخر كلامي راه باين، ما عمرك ما تستسلم.